من ساعة ما البنك المركزي خد قرارات خاصة بالدولار وفي جدل كبير جدا على ما يجري في سوق الصرافة، هل يعني في أزمة في الاستيراد؟ هل الدولار متوفر بحيث احنا نستورد كل السلع؟ هل في تلاعب من المستوردين في لف ودوران من المستوردين في تزوير في الاستمارة بتاعت نموذج 4 اللي خلى البنك المركزي يطبع نماذج يعني يصعب تزويرها؟ نشوف تقرير عن الدولار و نطلع فاصل، وبعد الفاصل هلتقي مع محرر الشؤون الخارجية في البرنامج مدير تحرير الفجر زميلتي مي سمير، هتكلمنا على ثلاث موضوعات مهمة جدا. الموضوع الأولاني عن زيارة الرئيس لألمانيا، الموضوع الثاني عن ما كتب عن عمر سليمان ومبارك في كتاب نائب مدير المخابرات المركزية مايكل موريل، وأيضا عن الوثائق الشخصية والعائلية التي وجدت في مقر أسامة بن لادن. شوف التقرير ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نلتقي بمي سمير. رغم منطقية وأهمية قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك بلغ 10,000 جنيه يوميا وخمسين ألف جنيه شهريا من أجل القضاء على السوق السوداء للعملة، إلا أن القرار لا يزال مثار جدل وخلاف بين التجار والصناع والمستوردين. كان قبل قرار محافظ البنك المركزي كنا مفيش أي مشكلة غير أن البنك ما بيدبر لناش العملة اللي احنا محتاجينها، كنا مجبرين أن احنا نشتغل مع شركات الصرافة. كان يجب زي يعني ما الناس كلها بتشير أن يبقى في دراسة لهذا القرار أو التوافق مع الحكومة. فكرة أن احنا بنعمل منذ عقود أن تكون الحكومة دائما يعني جزر منعزلة، أتصور أن هناك قرار قد يكون له أثار إيجابية، وبالفعل كان له أثر إيجابي على السوق الموازي، ولكن أيضا كان له تداعيات أخرى على أولا انكماش السوق بالنسبة للصناعة وأيضا للسلع الأساسية اللي بتستورد من الخارج. فكان يجب محافظ البنك المركزي قبل ما ياخد القرار ده وكان يعمل بعض التدابير لتوفير العملة اللي احنا محتاجينها كمستوردين في أي قطاع. القرار الأخير الحقيقة أثر جدا طبعا على يعني مدخلات الإنتاج من خامات وآلات إلى آخره، لأن طبعا في ليميتيشن أو في يعني سقف موجود للإيداع في البنك، لأن هو أجبرنا إن إحنا ما نقدرش نحط أكتر من $50,000 في الشهر على أكتر من دفعة على مدار الشهر. $50,000 دول لا يمثلوا أي شيء، يعني حجم وارداتنا حوالي $60 مليار في السنة. لو قلنا ان احنا بناخد 20% من 60 مليار يعني بنتكلم في حوالي 15 ل 20 مليار دولار احنا كسلع استهلاكيه. هو بيتكلم عن سلع استراتيجيه، سلع كل ما يتم استيراده احنا بنعتبره سلع استراتيجيه. هناك اشكاليه كبرى لدى القطاعات الصناعيه كلها، لان هذا الرقم لا يؤدي طبعا يعني اولا لتمويل احتياجات المصانع، حتى المصانع الصغيره هذا الرقم لا يمول يعني احتياجات مصنع صغير، مش المصانع الكبيره او اللي هي بتستخدم الخامات من الخارج زي مثلا صناعة الحديد. الحديد قد يحتاج مصنع واحد $1 مليار في السنة، يعني كيف يتأتى له أن يضع $10,000 بحد أقصى $50,000 عشان يدبر احتياجات عام؟ لا يمكن. فشل الإدارة الاقتصادية في الدولة وفشل المسؤولين مجموعة الاقتصادية بيعلقوا شمعتهم دايما على المستوردين، والحلول موجودة، ولكن للأسف الشديد ما بيتعمدوا يعقدوا العملية عشان تفضل البلد في حالة من الربكة. فكرة الوعود، ان احنا دائما بنرى ان فكرة الوعد جميل جدا ان يعد البنك المركزي، ولكنه يجب ان يضع تايم فريم او يحط يعني جدول زمني هيعمل ايه او هيضخ كام وامتى.